نتمنى تكونوا بخير وعلى خير والصحه ديالكم مزيانه ان شاء الله بحول الله. مرحبا بكم في قناه كويزين وفاء ومرحبا بي عندكم مجددا. فيديو اليوم غادي نقدم معكم اجمل كيكه واروع كيكه. غادي نقدم لكم كيكه بكريمه الماكفلوري. فعلا كتجي رائعه وزينه بزاف. غادي نخليكم مع المقادير باش تعرفوا عليهم المقادير. فغادي نحتاجوا 3 ديال البيضات، كذلك غادي نحتاجوا 80 غرام من البسكوي المطحون، 150 غرام فارينة، 90 غرام سكر سنيدة، 80 مليلتر من الحليب و 80 مليلتر عفوا من الزيت. وكذلك غادي نحتاجوا 2 ساشي ديال سكر فانيلا و 2 ساشي ديال الخميرة الكيميائية. الان نبداو بسم الله في اناء اللي غادي نخلطوا فيه الخليط ديالنا. غادي نوضعوا البيض كالعادة، مع السكر وكذلك سكر فانيلا. الان غادي نضربهم حتى يطلع لنا داك البيض ونحصلوا على خليط ابيض متجانس. غادي نزيدوا عليهم الحليب والزيت ونرجعو نخلطو. ودركا غادي نقومو بإضافة الدقيق بلا ما نساو الخميرة. من بعد ما خلطنا الفرينه مع المكونات الاولى، الان غادي نقوم باضافه البسكوي المطحون ونرجعو نخلطو شويه حتى يتجانس لنا هذا الخليط. دركا غادي نجيبو المول اللي غادي نستعملو فيه الكيكه ديالنا. انايا خديت هذا نتاع المول العجيب، دهنتلو الزبده ودتلو الدقيق هكا باش ما تلصق لناش الكيكه. وغادي نخويو الخليط فيه وغادي ندخلها للفرن على درجة حرارة 180 لمدة 25 دقيقة. صافي ساهم ما تحملنا وغادي نخرجوها من الفران. انا غادي دوكا نمشي ندخلها للفرن. في هذه الاثناء اللي غادي هي تكون الطبخ، حنا غادي نمشيو نحضروا جميع، نتعرفوا على مكونات الكريمه ونحضروها. بالنسبه للمكونات ديال الكريمه فغادي نحتاجوا 90 غرام ديال السكر، 60 غرام حليب بودره نيدو، كذلك غادي نستعملوا 200 مليلتر من الكريمه السائله. وغادي هنايا نستعمل واحد جوج معالق كبيره من جبن فيلادلفيا، ويمكن لكم يمكن لكم تعوضوه باربعه نتاع القطع ديال الجبن كيري عفوا على بركه الله. غادي في الاناء اللي غادي نخلطوا فيه الكريمه ديالنا غادي نوضعوا الجبن الاول على جوج معالق كبيره، وغادي نضيف له السكر وغادي نضربهم مزيان مزيان. نقوم كذلك باضافه الحليب بودره. غادي نضيف عليهم الكريمه السائله وغادي نضربوها مزيان مزيان. يستحسن فاش نستعملوا الكريمه تكون بارده، او الا كانت هي حاميه فخصنا نبردو نديرو في لاكلاص هاد الحديدات ديال الدراب الكهربائي باش هكا في السهل تسهل علينا نطلعوا الكريمه اللي هنا.
من بعد ما خرجنا الكيكه ديالنا من الفران غادي نوضعوا الكريمه. الصراحه في هذه الكيكه ما تحتاجوش داك المول العجيب اللي غارق بزاف، يعني كتجي الحفره ديالو غارقه. غادي نوزع الكريمه على الكيكه. نحاولوا نصوبوها من الاطراف مزيان والجوانب. صافي كما كتشوفوا من بعد ما صوبنا الكريمه غادي نحاول هنايا، راني ذوبت شويه شيكولا سوداء وخلطتها شويه مع الكريمه. غادي نحاول ندير دوائر. يمكن لكم ديروا غير شيكولا نوتيلا. فوالا بهذه الطريقه. وغادي ناخذ فوالا بهذه الطريقه وغادي ندخلها للثلاجه حتى هما تشد راسها هذه الكريمه، ونرجع معكم ان شاء الله في طبق التقديم. صديقاتي اصدقائي، هذه هي الكيكه ديالنا بكريمه الماك فلوري اللي كتجي فعلا رائعه وزوينه بزاف كما كتشوفوا من المنظر ديالها كيشهي. انا هنايا زينتها بهذا الشوكولا زوم، فعلا يعني التزيين كيبقى اختياري، ويمكن لكم تكتفيوا فقط بالكريمه الاولى يعني بلا ما تضيفوا الشوكولا، يعني كل واحد على حسب الذوق ديالو حسب شنو يبغي. نتمنى تجربوها وتخليوا لي اراء ديالكم في التعليقات. بالنسبه للناس اللي اول مره اكتشفوا القناه ما تنساوش تضغطوا على زر الاشتراك وتفعلوا الجرس هكا يوصلكم اي جديد كنحطوا في القناه ديالي. والناس اللي دائما متابعيني ودعميني شكرا لكم، شكرا للدعم ديالكم، شكرا للتعليقات الزوينه ديالكم ولي لايك. ما تنساوش تبارطاجيو هذا الفيديو مع الاصدقاء والاحباب ديالكم الى نال الاعجاب ديالكم. غادي نقول لكم وصلنا لنهايه الفيديو، نتلاقاو في فيديو جاي ان شاء الله. دمتم بخير، في امان الله.